تسووا الطريق يا شباب. بشرنا اليوم شركة الخطوط الجوية الليبية في تسيير أولى رحلات مباشرة ما بين مطار ميتيغا ومطار بنينة بعون الله. هذا الربط ما بين مدن الليبية سعوا له الجميع من فترة لا بأس بها، يعني فترة طويلة، فكان الاستقبال جدا روعة الحقيقة هنا في مدينة بنغازي، وعلى بركة الله بعون الله حتباشر الخطوط الليبية في تسيير أو بداية تسيير رحلاتها إلى مدينة بنغازي. وبالفعل اعتقد ان الواحد لتكون ليبيا وليبيا فقط. نحن سعداء في هذا اليوم المبارك، وهنئ فيه شركة الخطوط الجوية الليبية شرقا وغربا وجنوبا بهذه اللحظات، وهي استقبال طائرة الخطوط الليبية بعد ان تم اقلاعها من مدينة مصراتة الى طرابلس بوفد من إدارة الخطوط الليبية ومن الشركة القابضة في طرابلس ومن مجلس التخطيط الوطني. نحيي الجميع، نبارك هذه الساعات، توحيد الشمل، توحيد ليبيا. طبعا جاءت هذه الزيارة بعد جهد كبير بذل من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في قطاع الطيران، والحمد لله توجت هذه الزيارة بوصول طائرة شركة الخطوط الجوية الليبية معلنة على استئناف الرحلات بين مطاري ميتيغا وبنغازي. مع أصحابنا كلهم صاروا راحوا سالم 100 100 والله.